لمناسبة كمان اليوم العالمي للغذاء، وفي عدد كتير كبير من الناس صاروا عارفين، صار عندهم توعية الهدر بما يختص بالغذاء. لازم ضروري انه نحد منه، لانه صار في هالقد فرق بين ناس عندها كثير في ناس ابدا ما عندها. رح نحكي اكثر عن هالموضوع مع ضيفتنا اليوم بولا عبد الحق، رئيسة ومؤسسة جمعية اكت فور تومورو. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. تومورو يلي لازم الكل فيه انهم يكون عندهم مأمن لهم الغذاء اليومي، يقدروا ياكلوا بشكل لائق كبار وصغار وين ما كانوا موجودين، صحيح؟ انا عم بحكي بشكل سريع لانه يعني بعرف انه اهداف عديده لحتى اسستوا هالجمعيه. خلينا نحكي شوي كيف انطلقتوا، شو الاهداف يلي حاطينها بدنا نوصل لها قريبا. مثل ما قلتي، الجمعيه اسمها Active Communities for Tomorrow، يعني مجتمع فاعل نحو الغد. بنبلش هلا لنقدر نقطف، اذا بدك يكون عندنا غد افضل، يكون عندنا غد افضل. نحن بنركز بمشاريعنا على تنميه فكره الاكتيفيتي، يعني السيفيك انجيجمنت، الناس تكون اكثر مهتمه وتعرف انه لها دور، بتقدر تساهم بالمشاكل بحلولها. من خلال المشاريع اللي نحن بنقرر انه نشتغل عليها، بنجرب نزيح عن فكره انه انا شو وقفت علي وما بقدر اعمل شيء. بالعكس، كلنا عندنا دور نعمله، اكيد مثل ما قلنا، لحتى يكون عندنا دور بالنسبه للمجتمع المحيط تبعنا، لا يكون عندنا غد افضل. فهيدي ريزومي للتايتل اللي كثير بهمنا، يعني كاكت كاسم واحد يكون فاعل بالمجتمع يلي هو فيه. بلشتوا إذن بهالجمعيه وفي اهداف على الارض وفي شغل صار عم بيصير على الارض، كيف فينا نوصف هالشغل؟ عمين عم توصلوا؟ شو الاشياء يلي النشاطات يلي عملتوها بخلال الفترات السابقه؟ نحن عندنا عده مشاريع عم نشتغل عليها. بلشنا من زمان وبعدنا مكملين مع البلديات، لانه بعدنا بنفس الموضوع الشائق يلي هو النفايات. فكل عم يعني من اول ما بلشنا بنساعد البلديات يلي حابه تشتغل على الموضوع الريسايكلينج، اعاده التدوير، بنساعدهم ليحطوا خطه عمل للتنفيذ على الارض، كيف بيصير الشغل. وبذات الوقت بنعطي حلقات توعيه ومعلومات للسكان المنطقه كيف يفرزوا وشو اهميه دورهم. مثل ما قلنا، بنرجع انه دور انه كل واحد بيقدر يساهم بالحل بهالطريقه. وبالاخر بنجرب نساعد السكان يشكلوا مثل كوميتي، هيئه بتمثلهم لحتى يتواصلوا، يضل التواصل متواصل مع البلديه اللي هي اقرب هيئه حكوميه او رسميه بنقدر نتواصل معها لشؤوننا اليوميه الحياتيه لمكان سكننا. فهيدا المشروع بعدنا مكملين فيه نحن. كم بلديه صرتوا شغالين معه؟ الحقيقه مش كثير، يعني هيدا موضوع لحاله بده حلقه. دائما بنشجع وبنطلب منهم، بس في كثير تردد و يعني في كتير موضوع شائك، لأنه نحن اليوم إذا فرزتي يعني حتى لو انفرز من المصدر بالبيت إلى آخره، وين راح وكيف راح؟ وكمان هذا مشروع تاني، يعني صح. حتى لو واحد كان عنده توعية بقول لك أنا حطيت 3-4 كاس بالبيت وكل واحد هيدا، بس مين إجا لمن؟ وين حطهم؟ وين أخذهم؟ بعدنا بهذا الإطار، مش كتير يعني الأمور واضحة بكل المناطق. في مناطق قدرت، في مناطق شوي قدرت، في مناطق لا، بعده الموضوع منه محلول، صح؟ وهذا يمكن من صح. من المشاكل اللي ممكن انه تعترضكم. هو مش كتير صعبة، بس مهم الإرادة، إذا بدك إرادة البلدية إنه تعمل شيء بهالاتجاه. عشان هيك نحن حلقات التوعية يعني ما بنعطيها لمين ما كان، لأنه ما بتقدري إنه بعدين بقولوا لك وبعدين فسرتي لهم قلتي لهم بعدين جينا فرزنا وشو عملنا فيهم. اذا البلديه مش عم تقدر تكمل بهذا المشروع او مستعده تكمل بهيك مشروع، يعني بس هي بتصير معلومات لا اكثر، بس نحن بدنا التطبيق فعليا على الارض. فنحن بنشجع اكيد البلديات وبنطلب منهم من عبر التلفزيون هون انه اذا بحبوا يتواصلوا معنا. هلا يمكن بنحط نحن قنوات التواصل مثل ما بيقولوا، ولا صح، الايميل والتليفون وهيك. كمان بدي ارجع اذكر بالنسبه لهيدا الموضوع قبل ما نسكره، نحن كمان بهمنا مش بس انه ريسايكلينج بلاستيك وورق وكرتون هالاشياء، نحن بنشتغل كمان على الالكترونكس.
يعني نحن شغلين قبل مع بلديات بالمتن، وهلا في حمله جايه قريبا، لانه كمان هيدا شيء مهم. طيب ما بنقدر كله عم بيروح على على اللاندفيلز، على المكبات، بس كمان في قسم فينا نعمل حمله عليه، فينا نشتغل يكون في مكبات مخصصه اتسترا، بنحكي فيه يمكن مرتين. واليوم هالنوع بالتحديد من النفايات عم بيصير اكثر واكثر، يعني كمياته صارت اكثر جدا ملوثه كمان، من من يعني من من سلولار صغير انه يقدر يغيره بسهولة لا شيء أكبر وأكبر وأكبر، يعني موجودة صارت بحياتنا بشكل كتير كبير. ألعاب ما بقى في ألعاب مزبوط. شوية قماش وبلاستيك مثل ما كانت قبل، لا مزبوط. كله عم بيروح ل يعني الأشياء الإلكترونيكس اللي فيها تأذي وعم تأذي، يعني لأنه بنبلش نفرز بنشوف فعليا قدي في أشياء يعني بتصغر كتير الكمية، وقدي في أشياء فينا نعملها، فينا نبعثها لمحل لازم نعيدها. واليوم يعني هذا التواصل كمان بده يصير مع يمكن جهات صارت هي عم تاخذ هالانواع هاي وترجع تقدر تعيد اعاده تدويرها. موجوده هي بلبنان موجوده، بس بدنا نفتش عليها ونهتم بهذا الموضوع اكثر. بدكم انتم تكونوا هالحلقه الوصل بين الكل عظيم. لكن من النشاطات يلي عم بتصير هي هذا بالتحديد المشروع يلي له علاقه بالنفايات، نشاطاتنا الثانيه وين عم بتروح كمان على مدار السنه؟ نشاطات تانية اكيد مثل ما قلت لك نحن بهمنا كثير السيفيك انجيجمنت، يعني ننمي هالفكره هالثقافه عند المواطن وعند الشباب خاصه لانه مثل ما قلنا المستقبل يكون افضل. لازم نعرف كلنا انه لازم نعطي نرجع لمجتمعنا كل القطاعات، يعني نحن بنشدد كثير على فكره انه التواصل وبناء الشراكات مع كل القطاعات، وحتى يعني ننمي هيدي الثقافة انه انا شو بقدر اعمل لحتى ساعد مجتمعي وبيئتي. فنحن بنعطي حلقات للشباب بالجامعات وبالمدارس، بنجرب نضوي على هيدي الايجابية والدور اللي بيقدروا هن يلعبوه، وهن شو بيحبوا وين يساعدوا باي دومين، جمعية خيرية، جمعية مجتمع مدني، اللي هو بس مهم نعطي تو جيف باك. هيدي وحدة من الاشياء اللي نحن بنشتغل عليها على مدار السنة. وكمان عنا شيء بحب أقوله، نحن كمان بهمنا كتير الارت اند ديزاين، بنعتبر انه الديزاين هو فيجوال كتير مهم، بيعبر وبيساعد بالتوعية للناس وقت ما نشوف شيء ديزاين حلو، خاصة ريسايكلبلز، يعني نحن الاشياء اللي بتعاد تدوير. عندنا مشروع ان شاء الله مستقبلي عم نشتغل على شيء كثير كثير حلو، بنجرب نعمل شيء حلو جميل نتفرج عليه بذات الوقت نستفيد من المواد يلي للتدوير ومش قادرين نبعتها مطرح ما لازم، وبذات الوقت بتخلي هالشخص اللي بيقطعه بيشوف هالشيء انه يتواصل او يتحرك عنده شيء بهالاتجاه. احنا عم نشوف بهالوقت شويه مشاهد صاروا بمريم خايل، صح مثل ما كنا عم مطعم طاوله عظيم. شو كان المناسبه اكيد المناسبه هي كانت صراحة هيدا الموضوع اللي بدنا نحكي فيه هو الهدر الغذائي، هيدا الموضوع البروجكت اللي عم نشتغل عليه حاليا بشكل قوي. صرنا أكثر من سنتين عم نشتغل على الهدر الغذائي، تحديدا الخضرة والفواكه والخبز ومشتقاته. ليش؟ لأنه الناس دائما بتفتكر أنه المطاعم فيها هدر، السهرات، الحفلات، صح في هالشيء، بس كمان نحن مش كثير منتبهين انه في كميات هائله على اون ديلي بيسس كل يوم من الخضره والفواكه والخبز يلي دائما على طول فيها لازم تتجدد ولازم تتغير، وبتعرفي كيف دائما بحطوا الاحلى والافضل لانه الكونسيومر بده الاحسن. فلا نحن بنقول انه هون في كثير مواد بعدها جدا صالحه وبنقدر نستفيد منها. فبلشنا نحن المشروع مع سبينس تحديدا، لانه قررنا نتواصل مع سوبر ماركتس لانه هناك في كميات كبيره، وصلنا سنتين وين بيكون في فرع لسبينس نحن موجودين بنطبق هذا المشروع. شو هو المشروع؟ المشروع هو التواصل
مع الجمعيات الخيرية الموجودة يلي عندها مطابخ وعندها مستفيدين يوميا بتحضر غدا وعشاء واتسترا، كل هالأشياء وبتعطي بشكل مجاني. تعطي أكل مجاني صح. نحن شو الكميات الفائدة يلي تنشال عن الرفوف؟ بعدني بشدد أنه جدا صالحة، يعني هلأ عم نشوف مدام هدى نحن عنا حضرتها بتكون أخصائية غذائية، يعني مش متصرف من عنا، دايما عنا متخصصين بالجمعية ليرشدونا ويساعدونا لحتى نعرف نشتغل صح. عنا الإرادة بس كمان الشغل على الأرض لازم يكون بخطة ثابتة مثل ما بيقولوا. فاللي بيصير أنه كل يوم بمناطق متعددة بينفرزوا وبينعطى بين 100-120 كيلو لكل جمعية من الخضرة والفواكه، وبين 5 أو 7 كيلو خبز ومشتقاته من الكيك الكراسان خبز اتسترا، كله بياخذون الجمعيات. وأنا بدي شدد على فيجرز أرقام بتفرجي قدي يعني بيقدر واحد يعمل. نحن بالشهر شهريا عم نشتغل مع 17 جمعية وأكثر بكل المناطق اللبنانية، وبذات الوقت عم نوفر وعم نرجع نستفيد من أكثر من 14 طن خضرة وفواكه شهريا، وبين طن ونص و2 طن خبز ومشتقاته. وما فيني أقول لك قدي الجمعيات بحاجة لدعم وقدي بيكونوا مبسوطين بهذا الموضوع. يعطيكم ألف عافية، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. بتأمل أنه الكل يحسوا أنه كل شخص فيه له دور، بيقدر يعني يعمل أي مبادرة حتى تكون المجتمعات بشكل أفضل. نحن وقتنا خلص، أهلا وسهلا فيك معنا بستوديو عالم الصباح. خليكم معنا مشاهدينا، بريك وبنرجع منتابع.